السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون الكرام، نرحب بكم في قناتنا قناة أرشي شوب المختصة بالتصميم المعماري وكل ما يهم البناء ومجال الأمران. في هذا الفيديو لدينا قطعة أرض مساحتها 80 متر مربع بواجهة 11 أمتار. قام المالك ببناء الأساسات دون استشارة مهندس معماري، وهنا كانت المشكلة أن مالك قطعة الأرض لم يستطع تجسيد أفكاره لأنه ليس أهل الاختصاص، وهنا كانت الاستشارة المهندس معماري.